بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ثانوي هومورك بتاعنا بتاع ايه يونت 10 يا أساتذة. بسم الله. أول جملة عندك after my sister طبعا هي هومورك she watched TV. الحدث طبعا الأول عندك طبعا نعمة الواجب بتاعها الحدث الثاني فجأة التلفزيون يبقى عندك had done طبعا هنا رقم ايه. جملة عندك الثانية I had finished my work before. لاحظ حاجة ما يصحش تغلط فيها ان كلمة after وكلمة before لما تجيبش ورا منها subject الفعل بتاعك هتجيب verb plus ing يبقى طبعا الصح بتاعنا هيبقى leaving رقم C. We didn't leave the shop we have paid the bill. احنا ما مشيناش من المحل الا لما دفعنا الفاتورة. هتبقى عندك كلمة until طبعا اول اختيار. We didn't leave the shop until we have paid the bill. After I my dinner I went to bed. حدث اول اكلت حدث ثاني نمت يبقى عندك had رقم B زي ما قلنا. He found the camera which he طبعا وجد الكاميرا اللي هو كان فقدها. حدث اول الكاميرا ضاعت حدث ثاني لقاها يبقى عندك had lost رقم C. Iman TV after finishing her homework. هنا عندك حدث اول ان هي عملت finish الهومورك بتاعها. حدث ثاني طبعا عملت watch the TV يبقى عندك هنا كلمة watch it رقم D طبعا عشان ده الحدث الثاني بتاعنا. I had lunch انا اتغديت. After that بعد كده I want to study. هنا الجملة عندك after that that دي عايدة على الحدث الأولى. خلي بالك after that عايدة على الحدث الأولى كده فاضل لك second action بتاعك يبقى الجملة past simple الماضي بسيط يبقى عندك كلمة went رقم B وكلمة went on to study يعني استمرت في ان هي تذاكرها. Had she written the email then ادي الكلمة اللي انت هتحل على اساسها. ادي عندك كلمة then اهي طبعا الصح بتاعنا هيبقى no sooner اول اختيار. طبعا as soon as وكلمة when ما يجيش ورا منها ترتيب الاستفهام اللي قدامك ده اللي هي had she وطبعا hardly تنفع بس معاها كلمة when مش كلمة then. الجملة اللي جاية eaten الوحيدة في اللي قدامك اللي هيجي معاها توصيف ثالث هي كلمة having طبعا يبقى عندك هنا having eaten having eaten lunch I drank tea. Having eaten lunch I drank tea عندك رقم C. When we in Luxor, we went sightseeing every week. كلام في الماضي. هو هنا لا فيه ماضي تام ولا فيه حاجة خالص. الراجل بيعبر عن سيريال عبارة عن انسنس أحداث متتالية في الماضي سيكونس عندك. يبقى كلمة وير طبعا رقم دي. لما كنا في الأقصر كنا بنعمل sightseeing رؤية معالم كل إيه كل أسبوع. He didn't see the match until he. أدي عندك كلمة طبعا until أهي قبل منها ماضي بسيط من في قدامك didn't see. كانت فاضل لك الماضي التام يبقى عندك had finished رقم B طبعا. Sarah had cleaned her room before she كمان مرة ادي عند حضرتك كلمة before قبل من الحدث الاول فاضل لك الحدث الثاني يبقى كلمة went رقم D قدامك اهي. By the time the fireman finally arrived by the time وراها الماضي البسيط والناحية الثانية الماضي التام يبقى عندك had burned down على بتوع المطافي ما جم طبعا اخيرا يعني البيت كان احترق تماما had burned down عندك رقم C. After the factory بعد المصنع طبعا ديكنز الكاتب المشهور went to work as an office clerk راح يشتغل طبعا موظف في مكتب يبقى ساعتك هتبقى كلمة left رقم B. ما جابش had left اختار كلمة left ما جابش الماضي التام خد الماضي بسيط وساعات كلمة after و as soon as و before وراها الاثنين باص سيمبل ماضي بسيط اوعى تنسى. They started the party until ادي ساعتك كلمة until she had come قبل منها ماضي بسيط منفي يبقى عندك هنا كلمة didn't ما بدأوش الحفلة الا لما هي جت. His father went to prison بابا راح السجن because he into debt طبعا عشان هو غرق في الديون هتبقى عندك had got رقم دي. حدث اول بقى عليه ديون كتيرة حدث تاني هو راح السجن يبقى عندك had got رقم دي. on كلمة on اللي قدامك ده حرف الجر ده هو بيجي ورا منه verb plus ing كلمة on معناها عند كلمة on معناها اول بالعامية كلمة on معناها فورا بعد هات ورا منها verb plus ing يبقى عندك هنا on getting his degree اول ما اخذ درجة الجامعية he traveled abroad. having how to drive I bought a new car. having طبعا زي ما قلنا معاها تصريف ثالث يبقى الصح بتاعنا having learned اول اختيار. hardly لما تيجي في اول الجملة اعمل وراها ترتيب استفهامي هتبقى عندك هنا had they reached رقم B طبعا hardly had they reached ترتيب استفهامي. هاني came to school late هاني جه المدرسة متأخر طبعا because he the boss لأن هو ايه كان فاتوا الأوتوبيس حدث أول فاتوا الباص يبقى عندك had missed رقم C
ده حدث أول. جاء المدرسة متأخر ده حدث تاني. As soon as we were on board أول ما بقينا على سطح المكتب المركب أو السفينة أو الطيارة we ourselves حدث أول بقينا على السطح على متن الطيارة أو المركب ده حدث تاني قدمنا نفسنا يبقى عندنا طبعا introduced رقم دي. They didn't clean the office the boss had already left it. طبعا the boss التي أخوانا دي small مش كبيرة خلي بالك جد. طبعا هم ما نظفوش المكتب إلى لما المدير بالفعل مشى أو رئيس العمل يبقى عندنا كلمة until رقم بي تربط بين لما تأجل حدث التاني على ما يحصل حدث الأول زي ما قلنا في الشرح. When I arrived at the station لما وصلت المحطة the train القطر ماله كده من المنظر ده لو الجملة واقفة هنا عند الحتة دي كده هو ينفع فيها اختيارين صح ينفع left ينفع كمان عندك had lifted. كتب لك ايه بقى في الجملة التانية يساعدك بي so I didn't catch it فعشان كده طبعا انا ما لحقتش طبعا القطر ده يبقى عندك كده had lifted لان مين حصل الاول القطر مش الاول حصل الثاني ان سعادتك وصلت لايه المحطة. I went to the hospital because I bad food رحت المستشفى انا طبعا ليه لان انا اكلت حاجة مش لطيفة يبقى عندنا طبعا had eaten رقم دي عشان ده الحدث اللي حصل الاول. After كمان مرة وما عندكش فاعل من غير فاعل وراها طبعا ing يبقى عندك following رقم C. He missed the bus فات الاوتوبيس طبعا because he up late عشان صحة متأخرة حدث اول صحة متأخر يبقى عندك had got رقم B. A place مكان we parked our car مكان فركنا العربية يبقى اول ما هنا مكان عندك كلمة having found رقم ايه بعد ما وجدنا مكان having معناها بعد مع تصريف ثالث being found ده بس ما ينفعش when found برضو بس والله ما تنفع until found طبعا برضو بس ما تنفعش عندك I the office until I had finished all my work طبعا انا ايه المكتب الا لما كنت الاول خلصت كل العمل بتاعي ما مشيتش من المكتب هتبقى عندك didn't leave رقم دي طبعا until قبل منها ماضي بسيط منفي قدامك اهو نجلاء lunch when her mobile rang الجملة دي منتهى البساطة ست نجلاء ايه الغدا لما موبايلها رن حدث كان شغال كانت بتتغدى والموبايل بتاعها رن ما ينفعش هات كوكت تبقى الجملة مالهاش لازمة تبقى جملة والله ما ليها لازمة لكن الصح بتاعنا ان هي was cooking كانت بتطبخ طبعا تليفونها ايه رن. Charles father بابا Charles to prison because he had got into the tip والده كان غرق في الديون عشان كده هو راح السجن اول حاجة حصلت هو الدين بفلوس كتيرة تاني حاجة حصلت انه راح السجن هتبقى عندك كلمة went رقم دي عشان الحدث التاني second action عندك. When she went out to play it لما طبعا خرج عشان خاطر تلعب هي بالفعل طالما كتب كلمة already اللي قدامك دي يبقى ده الحدث الاول يبقى هي كانت بالفعل خلصت واجباتها هتبقى عندك had already done رقم C. He to sit down until he had apologized الراجل ده يقعد الا لما اعتذر يبقى لم يسمح له بالجلوس هتبقى عندك wasn't allowed رقم C لم يسمح له بالجلوس الا لما اعتذر. The little boy was crying الواد الصغير كان بيعيط because he عشان طبعا هو ايه بقى اتكعبل وقع حدث اول ايه طبعا حدث اول وقع حدث ثاني كان بيبكي يبقى عندك had fallen رقم C. As soon as we the Nile police we started our journey اول ما احنا بلغنا الشرطة النيلية بتوع السياحة طبعا احنا بدأنا رحلتنا هيبقى عندك had told رقم C عشان ده الحدث الاول بتاعنا. A lot of people came to the cities to look for work because they ناس كتيرة طبعا جات المدن يدوروا على عمل عشان هم the jobs in the country عشان هم طبعا فقدوا وظيفهم في الريف من حصل الاول فقدوا وظيفهم يبقى عندك had lost رقم دي. Thousands of children آلاف الأطفال whose parents اللي آبائهم مالهم بقى lived in the streets of big cities آلاف الأطفال عاشوا في شوارع المدن الكبيرة لكن هم قبل ما يعيشوا في شوارع المدن الكبيرة والديهم كانوا توفوا يبقى عندك had died رقم دي حدث أولا. After he left the factory هنا كلمة after خلي بالك جاب ورا منها ماضي بسيط بعد ما سرق المصنع طبعا ديكنز وانت احنا اتفقنا معاك ان الحدث الاول هيتكتب يا ماضي تام يا ماضي بسيط ما بالك انت اما الحدث الثاني دائما ماضي بسيط يبقى عندك كلمة left رقم بي. الجملة عندك 38 يا جماعة باي دي طبعا احنا قلنا كلمة باي دي معناها قبل طبعا ساعتها كده هتحط ماضي تام ورا منها يبقى عندك هاد
طبعا finished رقم C. ما ينفعش had been finished يقول ما عندك ما هيش ايه ما هيش بسبع. I decided to water the tree after وما عندكش فعل. الحاجات دي يا اخوانا لو سمحت ما تغلطش فيها عشان ما يصحش. طبعا planting طبعا رقم دي. He checked what his secretary هو فحص او راجع السكرتيرة بتاعته كتبته طبعا في التقرير. حدث اول صاحبتنا كتبت, حدث ثاني هو راجع. يبقى عندك had written رقم دي. When we got to the show لما رحنا طبعا لما وصلنا العرض all the seats كل الكراسي مالها او كل المقاعد كانت اتخذت. حدث اول اللي انه بس بيبقى عندك هنا had been taken رقم بي. As soon as I بص الجمله دي حلوه قوي. As soon as I met him اول ما قابلته I knew عرفته ان انا شفته في مكان ما قبل ذلك. هتبقى ساعتك had seen رقم دي حدث اول. وانا قلت لك لما يكون الجمله فيها ثلاث احداث فكك من اداه الربط مالناش دعوه بكلمه as soon as. ما تجيش تقول لي ان as soon as ورا منها ماضي تام. لا اسال نفسك سؤال مين في الثلاثه حصل اول شفناه في مكان ما يبقى عندك had seen. When he returned home لما رجع البيت he found that وجد ان his mobile phone طبعا موبايله ماله اختفى. هيبقى عندك had disappeared رقم دي. ما ينفعش had been disappear يختفي ما يجيش في الباسيف. خلي بالك before مش هكمل انا بعد وما عندكش فاعل يبقى اكيد وراها ing عن ساعتك leaving اول اختيار. It was only when احنا قلنا الكلمه دي it was only when it wasn't until ورا منها past perfect ماضي تام. يبقى انا ساعتك had finished رقم دي. جمله رقم 46 اللي غلطان فيها يبقى يلسع نفسه على قفاه. After the task they will have الجمله عندك الناحيه الثانيه فيها will والمصدر مش ماضي بسيط انت كده عايز مضارع يا بسيط يا تام. هتبقى عندك كلمه complete رقم دي طبعا او have completed. جمله رقم 47 no sooner جت في الاول هات ورا ترتيب استفهامي. جمله عندك 47 no sooner جت في الاول طبعا هات ترتيب استفهامي. عندك طبعا no sooner had I started watching TV then كذا زي ما قلنا من شويه. كمان مره no sooner انا كتبتك دي في الحصه لو انت فاكر لما ضحكت عليك. المره دي هو كاتبها start خلي بالك ما ينفعش هاد يبقى دي did عشان جبنا ورا منها فعل في الايه في المصدر حضرتك. thousands of machines الاف طبعا الالات before the factory was closed قبل طبعا ما المصنع يتقفل طبعا كان تم انتاجها. حدث اول لكنه باسيف هيبقى عندك had been produced رقم سي. We went to bed we had lunch. مين في اللي عندك طبعا الدبل دي سمول اخوانا مش كابيتال كده طبعا مين في دول يجي معاه ماضي تام ورا منه ناحيه ثانيه ماضي بسيط عن ساعتها كلمه افتر رقم سي. رحنا ننام بعد ما كنا تيكن. مين في الاربعه اللي عندك يجي معاه تصريف ثالث طبعا كلمه هافينج رقم دي. هافينج تيكن تو اسبرينز اي فيلت ا لوت بيتر باي ذا تايم شي واز 14 باي ذا تايم ماضي بسيط الناحيه الثانيه عندك ماضي تام. هتبقى عندك هاد سبرنت رقم ايه. He misses the bus فات طبعا الباص اشمعنى عشان كان صح متاخر زي ما قلنا من شويه. حدث اول هيبقى عندك had got رقم سي. As soon as he had arrived اول ما وصل طبعا هوم البيت. حدث ثاني اتفرج على التلفزيون يبقى عندك watch it رقم بي. When I home that evening لما انا وصلت البيت في تلك الليله my parents had gone out for a walk والدي كانوا خرجوا يبقى حدث اول هم خرجوا حدث ثاني طبعا انا وصلت يبقى عندك كلمه came رقم ايه. had hardly had the singer finished his song او ما خلص الاغنيه بتاعته when all the fans طبعا كل الفانز بتوعه cheered طبعا هيصل عندك رقم ايه ده الحدث الثاني. he had left the house when ادي يا بطل كلمه when ما ينفعش recently ما ينفعش no sooner عايزه كلمه ثانيه يبقى عندك هنا كلمه hardly رقم سي. had he left had he left home then قدام سعادتك اهي هتبقى طبعا كلمه no sooner عشان هي الوحيده اللي معاها كلمه ثانيه. no sooner saved قلنا no sooner في الاول had معاها ترتيب استفهامي هيبقى عندك had I رقم سي. before I traveled to France قبل ما اسافر على فرنسا I French كنت درست فرنسا طبعا for about 6 months حوالي 6 شهور هيبقى عندك هنا had studied ما جابهاش يبقى studied بس الاخيره. لو had studied كانت موجوده كنا اخترناها ولو had been studying حاجه اسمها ما يتم مستمر موجوده كنا اخترناها يبقى انت عن studied بس عندك هنا رقم دي. by the year 2005 زي ما قلنا by اللي معاها تاريخ في الماضي اللي معناها قبل الناحيه الثانيه ساعتك هتجيب ماضي تام هيبقى عندك برضو had finished رقم بي. من عندك و60 بوت تصريف ثالث هيبقى عندك كلمه having اللي معناها بعد رقم بي.
at the front door of his house, عمر discovered. بصوا يا جماعة مين موجود عندك في أول الجملة الثانية؟ عمر. علاقته بالوصول هو اللي وصل، يبقى الجملة تبدأ بـING جيرند عادي. Arriving دي معناها when he arrived أو when he had arrived. تبقى عندك arriving رقم C. After he some good news, he left home. طبعا حدث أول جات له أخبار كويسة، حدث ثاني ماشي من البيت، يبقى عندك had received رقم إيه؟ I had finished the report. أنا طبعا خلص التقرير. After that وبعد ذلك. That عايد على الحدث الأول، يبقى أنت عايز second action بتاعك، هيبقى عندك إن gave it طبعا سلمته للمانجر. Before he the medicine، قبل ما حضرته الدواء، he had eaten a sandwich، يبقى طبعا عندك كلمة talk رقم B before وراها الماضي البسيط. I didn't phone my friend until I، ادي كلمة until، خلي بالك قبل منها ماضي بسيط منفي، انت كده عايز الماضي التام، هيبقى عندك had received رقم C طبعا. By the time the doctor، ادي عندك كلمة by the time ورا منها الحدث التاني، الناحية التانية عندك ماضي تام، هيبقى عندك arrived رقم دي حضرتك. He didn't remember the promise، هو ما افتكرش الوعد طبعا اللي هو كان وعده، يبقى عندك had made حدث أول. She was a little girl، كانت بنت صغيرة. She wanted to be an actress، وهي صغيرة كانت عايز تبقى ممثلة، يبقى عندي ساعتها طبعا كلمة when رقم C عندما كانت صغيرة، لكن طبعا مش after ولا كلمة till ولا until. Before ما عندكش فعل طبعا، يبقى before building عندنا طبعا رقم B قبل بناء السد الايه العالي. عندك بعد كده he had hardly arrived at his office، كان بالكاد وصل طبعا او لم يكد يصل المكتب بتاعه. كلمة hardly عندك قلنا معاها كلمة when، عندك ايه رقم A. She bought a car after she، ادي ساعتك كلمة after قبل منها ماضي بسيط، انت كده فاضل لك الماضي التام، هيبقى عندك had learned طبعا رقم C. She finished the report before، ادي عندك طبعا before قبل منها الحدث الاول، يبقى عندك had already اول اختيار. I had my lunch، اتغديت طبعا after that، بعد ذلك طبعا هيبقى عندك كلمة I went رقم B. ماشي، هنرجع الامتحان بتاعنا حالا، سألتك امتحانته في الحصة بتاعتنا. الامتحان يا جماعة اللي امتحناه معاك الأسبوع ده، بسم الله، أول جملة عندك سنة تانية. I feel happy until I know all my children are safe. الجملة عندك هنا خلي بالك فيها حضرتك هنا كلمة إيه؟ كلمة until قدامك أهي، وجا ورا منها مضارع، خلي بالك جا ورا منها مضارع مش جاور طبعا ايه ماضي زي ما احنا كنا قلنا كده. الجمله بتاعتك مستقبله، يبقى عندك كلمه want رقم C. انا طبعا مش حق ايه مش هحس بالسعاده الا لما اعرف ان عيالي كلهم في امان. My father returned home last week، كنا عندك الثانيه. والدي راجع البيت الاسبوع اللي فات. He away، مسافر. For almost 2 years، تقريبا بقاله سنتين. تبقى الجمله عندك طبعا had been رقم ايه، ده حدث اول، حدث اول سافر سنتين. حدث ثاني طبعا هو راجع البيت ايه الاسبوع اللي فات. Before Ali went to Canada، جمعنا لك التالتة. Before Ali went to Canada in the winter he snow، عمره طبعا ما كان شاف جليدة، حدث أول عمره في حياته ما شاف جليدة. حدث تاني طبعا سافر على كندا، يبقى عندك had never seen رقم C. جمعنا عندك الرابعة. Had he left home then، الوحيد عندك في الأربعة اللي قدامك تيجي معهم كلمة then ومعها ترتيب استفهامي، هي كلمة no sooner اللي معناها لم يكد. طبعا no sooner had he left home then he heard an explosion. She was a little girl. She wanted to be an actress. هي كانت بنتها صغيرة كانت عايزة تبقى ممثلة. هي كانت عايزة ممثلة إمتى؟ وهي بنت صغيرة. يبقى عندك كلمة when رقم دي هنا جاية تربط حدثين. بنحكي سرد قصة يا إخواننا مش أكتر. She Sarah couldn't buy a new mobile. صاحبتنا ما قدرتش تشتري موبايل جديد. The shop had shut. المحل قفل. هتبقى عندك كلمة as رقم A اللي بتساوي كلمة since اللي بتساوي كلمة because اللي معناها علشان. الجملة كمان مرة. سارة ما قدرتش تشتري موبايل جديد لأن المحل كان قفل. الجملة عندك رقم 7. Had we furnished decorating the house when، ادي كمان واحدة عندك كلمة when طبعا جاي في النص اهي، يبقى عندك طبعا كلمة hardly أول اختيار. قلنا hardly معاها ترتيب استفهام طبعا. hardly had we furnished decorating the house when we moved into it. جمع عندك رقم 8. She had scarcely typed the email when she left it. بص الجملة بالراحة بقى، بيقول لك هي كانت أو أول ما كتبت الإيميل راحت ماشية من المكتبة. ده معناه إيه بقى إن شاء الله؟ إن she just left it. She left، هي مشيت just before، قبل ما تكتب الإيميل، لا ما حصلش دي غلط. إن she left، إنها مشيت just after، تماما بعد typing the email، طبعا دي طبعا صح رقم C.
She didn't write the email. إنها ما كتبتش الإيميل إلا ما مشيت. طبعا لا ما تنفعش. She left. إنها مشيت وهي بتكتب في الإيميل طبعا ما ينفعش. فعندك رقم C هي الصح. طبعا عندك رقم 9. After I had planted the tree, I watered it. بعد ما زرعت الشجرة خبرك أنت أنا روتها. معنى الجملة إيه؟ Having planted a tree, it was a water. ما ينفعش. أول جملة عندك دي ما تنفعش. المفروض تتكتب بس بيت. Having been planted. عشان الجملة الثانية عندك فيها كلمة it. فطبعا دي ما تنفعش. Having been planted, I watered. طبعا ما ينفعش. كده غلط. لأن الجملة الثانية أولها كلمة I. المفروض تقولها having planted. الصح بتاعنا هيبقى رقم B طبعا. Having been planted, the tree was watered. ساعتك. جملة رقم 10. Before going home, قبل ما اروح البيت, I done the shopping, انا اتسوقت. حلو كده. ايه معنى الجملة دي؟ ان انا الاول عملت الشوبينج بتاعي, حدث تاني رحت مروح. Having done the shopping, I had gone. لا, فود اكتبها I went. رقم ايه غلط؟ I didn't do the shopping till I went home. لا, ما تسوقتش لما روحت. اتسوقت في البيت ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا. Having been done, بعد ما اتعمل the shopping, الشوبينج روح البيت طبعا. لا, عندك رقم بيه صح. بعد ما تسوقت روحت البيت. We went to London last year. رحنا لندن السنة اللي فاتت. But we there 2 years earlier. كان احنا كنا رحناها برضو قبلها بسنتين. حدث اول زرناها قبلها بسنتين. عندك يبقى هاد. Also طبعا بين رقم ايه. Although كريم the test many times before. He was very nervous. رغم ان كريم عمل الامتحان ده كذا مرة قبل كده. كان خايف. حدث اول عمل الامتحان كذا مرة. هتبقى عندك had done رقم دي طبعا. Before I went to bed. قبل ما نام انا. كنت كلمت طبعا صاحبي. حدث اول اتصلت بيه. يبقى عندك هاد فوند رقم سي. She didn't sleep. طبعا ما نامتش until she. بعد until اللي قبلها ماضي بسيط منفي. هتجيب ماي تام. يبقى عندك هاد دان رقم اي. After she had passed her driving test. بعد ما عدت في امتحان السواقه هي اشترت عربيه جديده. هتبقى عندك she bought رقم بي طبعا. حدث تاني. جمع عندك رقم 16. As soon as اول طبعا. As soon as it stopped raining. اول ما الدنيا بطلت شتاء المباراة طبعا بدأت. تبقى عندك هنا كلمة started رقم B. واحنا كنا قلنا ممكن مع as soon as الاتنين يجوا لك ماضي بسيط عادي خالص. الجملة قدامك اهي. Are you an email earlier this morning؟ كلمة اللي قدامك يا اخوانا كلمة earlier دي مبكرا هذا الصباح بتثبت ان الفترة بتاعت الصباح انتهت. وبالتالي طبعا الفترة انتهت الجملة بتاعتك هتبقى ماضي بسيط. يبقى عندك كلمة sent رقم A. The boy photos after the police had left the scene. هنا عندك كلمة after اهي ورا منها الماضي التام. انت كده فاضل لك الماضي البسيط. يبقى عندك كلمة talk رقم C. حدث تاني. I went to Belgium. رحت انا طبعا بلجيكا last month الشهر اللي فات. بصراحة I there انا كان عمري ما رحتها طبعا مش لحد النهاردة لكن لحد الشهر اللي فات زي ما احنا قلنا. يبقى عندك had never been او اختيار. He knew that. هو طبعا عرف. He knew that. She had been crying. وعرف انها كانت بتعيط. عرف الكلام ده منين؟ لان her eyes were red. يعني طبعا عينيها كانت ايه حمراء. ساعتك حدث اول البكا. حدث ثاني احمرار العين. I didn't answer the question. انا طبعا ما جاوبش على السؤال. I had read it carefully. الا لما قريته بحرص. يبقى عندك كلمة until رقم بي طبعا. He missed the bus. فات الاوتوبيس. Because طبعا he late لان هو كان صحى متأخر. حدث اول صحى متاخر. يبقى عندك هتجوت اب رقم ايه. شي ستارتد كليننج. بدات تنظف لما ضيوفها مشيو. حدث اول الضيوف مشيو. يبقى عندك هاد ليفت رقم دي. باي ذا ايج اوف 10. كلمه باي اللي قدامك دي معناها قبل. كلمه باي دي معناها قبل. قبل سن العاشره انا كنت اتعلمت طبعا السباحه. يبقى عندك هاد ليرنت رقم سي. جمع عندك الاخيره having طبعا مع تصريف ثالث. having the present ايه طبعا the present surprised me. هنا عندك الكلمه دي اخوانا زياده. كلمه the present دي زياده اشطبها. طبعا having ايه the present surprised me. الجمله الثانيه بدا عندك بكلمه the present الهديه. يبقى بعد الهديه ما اتفتحت فاجئتني. يبقى عندك هنا been opened طبعا رقم سي. جمله عندك من الايه للمجهول. كده وصلنا معاك لنهايه هذا الفيديو. شد حيلك وجدعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.